هاد لا بورس ديكسيلونس ديال واحد 3 مليون درهم في العام كل عام اللي تنعطيوها للتلاميذ اللي تيقراو في مدارس بوبليك او لا بريفي في المغرب في اي بلاصه وباغيين يدخلوا لو سيستم اونغلي بريتيش باش يوجدوا راسهم ونعاونوهم. الوغ هادي تنعطيوها لهم حنا باش اونكوفر لي فري لي فري دو سكولاريتي حتى لا فان ديال الاي ليفلز ومن بعد تنعاونوهم حتى في ليزونيفرسيتي. هاد الانيسياتيف تابعه قلت لك غاديه في لا استراتيجي ديالنا في لا فيزيون نتاع خاصنا نخدمو بلادنا نعاونو الدراري لان كاين بزاف اللي تبارك الله عليهم انتيجون باغين هذا ولكن خاصهم نعطيوهم واحد مليون اللي يقدر يعاونهم باش يمشيو بعيد. هذا هو الهدف ديالنا. واليوم سنينا مع سيد السفير سايمون مارتن على هاد الكونفونسيون على 3 سنين ان شاء الله اللي غادي مازال غادي نزيدوا فيها باش نعطيوهم هاد لا بوسيبيتي اللي غادي يكون فيها واحد اون بورس اللي فيها اللي تتخلص جميع لي فري سوا لي فري ديال الفواياج نتاع السفر الفري يونيفرسيتير في الانجليز و حتى المعيشه ديالهم تما دونك كلشي مخلص كلشي كوفير دو ا ا زد وميم لي فري د فيزا باش نقولوا لي فيزا كاين سهولات بزاف باش نعاونوهم. وهادي هاد البروغرام هذا صنعت يسادغيس للمغاربه اللي عندهم على الاقل اون ليسونس وعامين ديال ليكسبيريونس دو ترافاي في المغرب. الوغ تنعطيوهم تيديروا لا دوموند تيديروا لابليكاسيون و سي جيري في لومباساد بريتانيك دونك تيدوز واحد لي كريتير تتكون اون سيليكسيون تيكون ان جوري و تناخذوا هذيك الساعات لي ميور با سو لي نقولوا تي اللي دازوا لي زيتاب. هذا هو ومن بعد فوالا اون لي زاكومبان حتى الانجليز باش يدوزوا عام في الماستر. ان نون دو ماستر الوغ اون اني دو ماستر اي اون دي كونديسيون هي باش يرجعوا من بعد. الوغ تنقول لهم يرجعوا للمغرب لان بغينا نديروا ان ليان اونتخ لو رويوميني لو ماروك بغينا ليكسبيريونس وهذاك لو سافوار فير اللي غادي ياخذوه يرجع للمغرب باش نخدموا بلادنا. هذا هو ان بو لا فيزيون ديال هذا البروغرام اوجوردي وهاد لاكسيون اللي درناها. This is a reflection of the great increase in the interest not just in the English language which of course is increasingly popular worldwide but also in British education. And we look forward to seeing more of this. My particular pleasure today is to be able to thank the El Fehdi family and the British International School for funding what we call a Chevening Scholarship. So it is an additional scholarship under the British government's program which offers the chance for Moroccan graduates to study a master's course for a year, a postgraduate master's course at a British university. We have a choice of 150 universities, 50,000 courses. And this has really attracted attention from a lot of young Moroccan graduate students. Can you believe it? This year we had over 700 applications. It's very competitive because it's very good, and we look forward to this continuing to grow with the support of institutions like the British International School, and to see a great development in the offer of British as well as other forms of education here in Morocco. And inshallah in the near future we will also be seeing the opening of our first British university campus in Morocco, which will allow students who have studied in English to then continue with studies here in Morocco as well as in Britain and in other countries, which I think is a really exciting prospect, part of the growing relationship between our two countries that I'm so proud to be able to pursue.